في ليلة الجمعة الموافق 11/11 لعام 1438 للهجرة، انتقل حفيد أخي حمد القربان إثر حادث مروري وقد رثى به عمه صالح بن علي القربان هذه الأبيات: غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، إنا لله تم التسجيل وإنا إليه راجعون. باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا أفضل. تم التسجيل والمكساج بستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. ما ادري انا وش صارلي وش جرالي. صلوا على الظهر من ناس افراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالاسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. يا عزتي لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. صفوا عليه الابن وابو. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. لقدر الله شيء لو انت بدأ. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. أعز الشباب يا رب نجه من النار. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. وخله إله البيت من الدم بخالي. أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب، للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.